السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير خوتي. اليوم راح نهضروا على واحد الظاهرة اللي تصرا بزاف سورتو في الكون بونتو في البونتو كلاسيك ولا في النوفو لا نوفيل جينيراسيون دو مون. شوفوا خوتي، كاين دي جون عندهم كرون بونتو ولا بونتو كلاسيك يشكي من طق طقة في لي بوسوار، ومن بعد يروح يكيل جو دو كال هذا يلقاه نورمال. وشنو هو كي يرجع يسمع طق طقة بزاف مارغي ريغلي لي بوسوار ريغلي كلش، يقعد نفس المشكل. شوفوا خاوتي الظاهره هذه، كي تفتح البوشو كي تفتح لو كاش هذا كاش كيلبيتر، تلقى جهه هذه كيما راكم تشوفوا معمره بالزيت، وهنا كيما راكم تشوفوا ناشفه شويه بتيت كونتيتي تاع الزيت، عرف بلي كاين مشكل في الكاش كيلبيتر تاعك راهم بوشي. وين يولي الفوق يطرش في الكوتي هذا وما يطرش في الكوتي هذا، كيفاش تعرف له؟ كي ترجع لو كاش تاعك بيان سور تاكسيليري افون، دي لا بريسيون دويل تغريسي مليح، يروح هديك طق طقه تروح ان مومون دقيقه 30 سكوند تولي غير ينقص كيما راكم تشوفوا هنا الزيت نقص تولي طق تك 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 بزاف. فوالا هنا كاين الزيت هنا ما كاش الزيت باسكو الكوتي هذا تاع الكاش كيلبيتر راهم بوشي ما تلحقش لا بريسيون دويل ليها. هكذا خاوتي، هذا هو البوان اللي حبينا نبينوه اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله.